هذا السائل يقول يا شيخ، يقوم بعض الأشخاص بذبح ذبيحة بنية الصدقة ثم يقوم بتوزيعها على أصدقائه المقتدرين ماليا، هل هذا يعد فعلا صحيحا؟ لا، الصدقة تكون على المحتاجين، تكون على المحتاجين من الفقراء والمساكين، هذه الصدقة، لا تكون الصدقة على الأغنياء ولا على الأصدقاء غير المحتاجين، هذا يسمى من باب الهدية وليس هو من باب الصدقة. نعم.